مين الممثل يلي بتشوف انه طاقته التمثيليه اقل من طاقتك بكتير بس نجوميته اهم من نجوميتك؟ ولعانه. حب بس هيك تاخذ وقتك مع هالنظره. لك انا صحيح عندي شغلات فيني استخدمه. اوكي طبعا طبعا. وهلا وقته اذا بدك. وفي شغلات يستخدمه؟ في ايه بدك اتصال انقاذ او الجوكر. الجوكر ربحتنا. لا زمط زمط. برافو عليك. اوكي بنكبه للسؤال. تصريحات زوجتك لمر هونجي الجدليه على السوشيال ميديا مقصوده لتضلها تحت الضوء؟ لا لما حدا عفوي يلي بيعرفها منيح بيعرف انه هي حدا بتزد كلام ايام انا بتطلع فيها بقول لها يعني شو اللي عم تزتيه بتقول يعني هي بتحكي ما بتفكر بالشيء اللي بتحكيه بعفويه بتحكي حقيقة بعفويه يعني ما بتعمل شيء اكثر منك يعني بتحكي ايه بعفويه يعني ما بتعمل شيء يعني مخطط له بتحكيها هيك بعفويه بس بتحب الضوء هي بتحب ما في حدا ما بيحب الضوء نوعا ما السوشيال ميديا حببت الناس فينا وقربتنا من الناس خاصة بوجود آدم يعني في كثير ناس كانوا يحكوا عنا شروي غروي ويحكوا عنا قصص ويحكوا وقت ما شافونا نوعا ما نحن أنا حدا بحب السوشيال ميديا بحب حط يعني بحط دايما وين ما منسافر وين ما منروح هذا الشيء بظن قرب الناس منا أكثر تعرفوا علينا أكثر وجود آدم هلأ عامل هاي الكيمياء الحلوة اللي نحنا عن جد ما منتقصد يعني أنا وقت ما بروح أنا ويعرب وآدم بحب صور صورهم نزلهم في ناس كتير بيبعتولي إنه اليوم ما نزلت طب شو عملتوا اليوم شو سويتوا الناس بتحب بما إنه بتحبك هي بتحب تعرف شو عم تعمل شو عم تساوي مزبوط نحنا نوعا ما عاملين هاي هيدا الوجه الحلو تبع السوشيال ميديا بس ما أذتك بولا محل بالبدايات لا أنا بظن السوشيال ميديا ما أذتني بالعكس هي قربتني كثير من الناس وقربت الناس مني انا ما برسم الفيديو يعني ما الستوري تبعي ما برسمه او بدي اقول على عفويه بس انا في كثير ناس مثلا بيقولوا لي انه يزن بتضل رايح بتضل جاي بتضل سهران بتضل انت الفنان الوحيد اللي بشوفك بكل الفعاليات بكل السفرات بكل الحفلات قلت له اخي انا بالنسبه لي انا بحب الحياه بحب روح بحب اجي حبسها قلت له انتو يلي ما بتحبوا يعني يلي انتو بتحبوا وما بتروحوا انا بالنسبة لي بحب روح مع رفقاتي اللي بيحبوا يسهروا انا مثلي مثلهم نحن بنروح ومش غلط اذا تصورنا انا بمثل ورا الكاميرا بس انا يلي بيعرفني تماما ما بتمثل انا بالحياة هاي انا انت ما بتحب تروح بتطلع تسافر تجي انا كمان بحب يعني كرفاتي كل العالم تروح بتسهر انا لازم اقعد بالبيت مشان انه يعني نجوميه اخي ما بدي انا بدي اروح مع رفقات صح وللاسف هيك كثير اخذينا جديه يعني معصوم عن الخطا الفنان ممنوع يبين بناحيه بالوجه الانساني تبعه مثلا العادي ليش انت نحن ورا الكاميرا بنمثل بس بالحياه ليش بدي مثل عليه